وفد مغربي يشارك في الحفل الرسمي للدورة 130 للمغالي الكبير بطوبة وسط السنغال إحياء لذكرى نفي الشيخ أحمد بامبام باكي مؤسس طريقة المريدية. عبر صاحب الفضيلة عن سروره العظيم وعن تقديره الكبير لأمير المؤمنين وللمملكة المغربية قيادة وحكومة وشعبا. مشاركة المغرب في هذه الفعالية هي دائما متميزة، وهذه السنة أيضا تميزت كما كانت دائما تتميز. الوفد المغربي شارك في هذا الحدث برئاسة يونس الصباري رئيس المجلس العلمي المحلي بالقنيطرة، الذي أشار إلى أن هذه الزيارة تهدف بالأساس إلى تعزيز العلاقات بين العلماء المغاربة ونظرائهم السنغاليين. تأتي هذه الزيارة محاولة من علماء المملكة كعادتهم في كل سنة من محاولة منهم لتمتين العلاقة وتوطيد أواصر المحبة والأخوة بين وبين علماء هذا البلد المبارك. الدورة تميزت بسلسلة من الأنشطة الدينية ما يعزز الأهمية التاريخية والروحية لهذا الاحتفاء في التقويم المريدي.